السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع جروب. ده مبنى قريب أوي من تصميم المهندس المصري العبقري حسن فتحي. فأنا ممكن دلوقتي عايز أعمل المبنى ده جروب، يعني أنا هبدأ أعمل حاجة تانية قلب المساحة الفاضية اللي عندي ديت، فعشان مش كل شوية وأنا بحرك حاجة في المبنى ده يتحرك، عايز أخليه جروب. فهاجي أعمل سيلكت عليه كله وأجي أقول له إيديت وأدخل هنا أقول له ميك جروب. ده كده بقى جروب. لو انا قلت له موف كله هيتحرك مع بعض. طب لو انا عايز اعدل فيه بعد ما انا عملت الشكل ده كله جروب، ممكن كده بعد كده اخرج وارسم اي حاجه تانية تمام منفصل عن المبنى دوت. طب لو انا عايز افك الجروب دوت اعمل ايه؟ هاجي على الجروب دوت واقول له كليك يمين واقول له ايه، ممكن اقول له ايه الجروب، يبقى انا كده هعدل جوه الجروب دوت تمام. هقول له مثلا موف، مثلا عدلت مثلا حاجة من الحيطة ديت على سبيل المثال، وبعد كده كلوز جروب، كده بقى خلاص الجروب ده كله رجع تاني. ممكن اقول له لا اديت جروب وارجع حتى مكانها عشان ما نبوظش الشكل تمام. كلوز جروب. ممكن انا خلاص مش عايز ده يبقى جروب، عايز افكه، هقول له ايه اكسبلود. خلاص كده بقى كل حاجة من الشكل ديت بقت لوحديها رجعت تاني كأن مفيش جروب خالص. فموضوع الجروب ده بيفيدني ان هو بيسهل عليا الشغل، ان كل الحاجات تبقى مع بعض، يعني مجموعة عناصر متشابهة مع بعض بخليهم مع بعض. ممكن مثلا انا عايز عندي اوض كتيرة، فعايز كل اوضة يبقى فيها مثلا حوض، وجنب الحوض ده في مثلا بوتاجاز، وجنبيه مثلا حاجة أحط فيها الأدوات، فممكن أعملهم جروب بحيث إن أنا أحطهم في كل الأوض مرة واحدة. دي من ضمن الحاجات اللي بتسهل على الشغل اللي هو موضوع الجروب. في حاجة تانية برضو، موضوع اللاير. أنا دلوقتي عايز أعمل ليرات، أقول له ويندو لاير لاير هيت تمام. دي موضوع اللايرات. إيه موضوع اللايرات دلوقتي؟ أنا دلوقتي برسم كذا حاجة، فالعناصر المتشابهه بحطها في جروب بحيث ان انا ممكن في اي وقت اطفيها. هنا دي اسامي الليرات، هنا دي بتظهر ولا ما بتظهرش، ده الكلر. يعني ممكن اقول له اخفي لي ديت، بتلاقي بعض العناصر بدات تختفي بالشكل دوت تمام. وممكن اعمل لير جديده، يعني خليني اعمل لير جديده نيو واسميها مثلا اكس تمام، واجي على الاكس دي اخليها هي دي اللي شغاله معايا دلوقتي، وارسم اي شكل واعمل له اكسبلود تمام. طيب لو انا جيت اخفيت الاكس دوت بيقول لي لا. ليه؟ لان انا شغال عليها دلوقتي، فانا هقول له لا خليني شغال على اللير تانية وتفيل اللير دي. هتلاقي ان الشكل اللي انا رسمته على اللير اللي اسمها اكس اكس ده اختفى تمام. لو انا قلت له بس اخفي اللير زيرو، رجعت انا على ديت وقلت له اقفل اللير زيرو، هتلاقي الشكل ده كله لانه كان محطوط على اللير زيرو اختفى تمام. فموضوع اللايرات ده بيسهل عليا الشغل، اتحكم ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش. بعمل كذا لاير، لو عايز اطفي لاير معينه بقول له ديليت لاير، فبيسالني اللاير ده على شغل، الشغل ده تحب ان انا انقله على اللاير الديفولت بتاعتي ولا الكرنت لاير، ولا الغي كل حاجه موجوده على الشكل دوت. يعني مثلا خلينا اكس اكس دوت تنزل كله، انا دوت على الاكس اكس وبقول له الغي لي الاكس اكس، فبيقول لي الحاجات اللي موجوده دي انقلها على الديفولت لاير ولا الغيهم. ممكن اقول له انقلهم على الديفولت لاير خلاص، فتبقى موجوده على الديفولت لاير تمام. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، موضوع الجروب وموضوع اللاير ما يكونش فيه اي مشاكل خالص، والناس كلها تبدا تتعلم سكتش اب للرسم السريع. وان انا مثلا عايز اعمل نموذج سريع واوري اللي قدام مثلا انا بفكر فيه.